سوني بدأت ثورة جدا جميلة من ناحيتي لما أشوفها بالسوني موبايل بروجيكتر. خلينا نتكلم عليه شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف ومعي سوني موبايل بروجيكتر. جهاز قاعد أستخدمه بدون مبالغة شهرين كاملات وأنا أستخدم الجهاز هذا، ودائما في السفر، وحرصت أنه في السفر أستخدم نفس البروجيكتر هذا. الهدف من البروجيكتر أنك تبث صورة على أو فيديو على شاشة كبيرة، فأنت تنشئ الشاشة حقتك بالبروجيكتر نفسه، هذا شيء أوكي خالصين منه. ولكن أن تجي سوني وتقول لك أنا بسوي لك ليزر بروجيكتر، والليزر بروجيكتر الميزة الأساسية اللي فيه الوزن والحجم والفوكس، فأنت ما تحتاج تضبط الفوكس على أساس أن الصورة تطلع كويسة على الجدار. أنت بكل بساطة لما تستخدم بروجيكتر زي هذا، مجرد قاعد توصله في جوالك، توصله في أي شيء يشغل محتوى البلاي ستيشن، ما البلاي ستيشن، فتقعد بكل بساطة تقعد تستخدمه. That's it. أمورك جدا سهلة وجدا ممتازة، بل إنه في خصائص وأشياء جدا جميلة عجبتني في نفس الجوال. مثلا أشياء بسيطة بالنسبة لي ولكن أشوفها جدا حلوة. فلما مثلا أنا أخذ البروجيكتر هذا وأجي أبغى أشغل عليه الجوال، فأنا أخذ محتوى الجوال وأبثه هنا، عندي أحد الخيارين، يعني أستخدم من السلك اللي يحول HDMI وأجيبه هنا HDMI mini يشبك في الجوال. عندكم هنا منفذ حق HDMI mini، وعندكم طبعا هنا أساس إنه تشبك عليه الفولت حقه وتصير يشحن خلال ما هو قاعد أصلا يشتغل، أو إنك تستخدم البطارية الداخلية. ولكن أنا ليش قاعد أقول لك تشحن هنا؟ لانه تقدر تاخذ تصير سلك يو اس بي ثاني وتحطه على جوالك فيصير يشحن جوالك، فيصير الشحن قاعد يستمر، فما يصير عندك بطاريه تموت عليك ابدا. اشياء بسيطه ولكن اشوفها جدا جميله. هذه ام اتش ال انيبلد، فانت مجرد ما تشبك الجوال امورك زي العسل. ام اتش ال انيبلد فامورك زي الفل، كل المحتوى والاشياء هذه بتظهر بشكل جدا جميل. الصوت تقدر تاخذه من هنا وتحط سماعات تقعد تسمع الصوت هنا بشكل كامل، وعندك هنا طبعا هذا الزر حق المنيوز، من المنيوز الخيارات القوائم، ولا ننسى انه عندكم هنا الباور حق التشغيل. الجهاز ما يطلع اي نوع من الصوت، بس الحين شوف قاعدين ليش يصير فليكرين كذا، انا شايف الصوره كامله وانتم قاعدين تشوفوا الصوره كذا اساس التردد حق الهرتز والاشياء هذه كلها. فلما اتكلم على نفس القدره حقت البروجيكتر هذا، انا كيف استخدمته؟ وريتكم استخدامي له بشكل جدا كبير على سناب شات بالذات، وهذا سناب شات حق اللي حبيتوا تتابعوني. فاللي سويته انا سويت ميرور كاستنج، اللي هو البث عن طريق نفس تقنيه الميرور كاستنج، موجوده في جوالات سوني، موجوده في كثير من الجوالات الاخرى. لما اتكلم عن ميرور كاستنج، انا محتوى الشاشه عندي بالكامل قاعد يبث هنا، ولما تشغل تطبيقات مخصصه للفيديو على طول حيصير النمط يتحول بشكل جدا كامل، وهنا تصير لوحة التحكم على جوالك، وهنا يصير المحتوى اللي انت قاعد تبثه. فلقيتها جدا رائعة انك تقعد تبث شاشة في غرفتك في الفندق، تبث شاشة في اكبر جدار موجود عندك في الفندق، وتقعد تتفرج المحتوى حقك بكل راحة. بل اني سويتها اني حطيت مع القاعدة حقتها، حطيتها كذا جنب السرير، وكل بساطة مسكت السرير بالفندق قاعد اتفرج المحتوى على نفس سقف الغرفة. مرة رحت فندق كان السقف حقهم حاطين ثريات ومسوين فيه ديكور حلو، ولكن ما كان يسوى عليه لانه كنت يا اخي بتفرج يا اخي براحتي. بنتكلم على شيء ثاني كويس وايجابي مره، ما في اي صوت، ما في اي حاجه انت قاعد تسمع الا شيء بسيط احيانا قاعد يطلع لك صوت من ناحيه الهواء. السعر حقه 1200 1300 ريال. الامكانيات الاضافيه اللي موجوده فيه المنيوز مال المنيوز اشياء جدا كويسه، ولكن نيجي لاكثر من حاجه هي المهمه. البروجيكتر هذا ما هيعطيك صوره هي الرائعه الخرافيه الا اذا كانت ما في اضاءه عندك بالغرفه بالكامل. يعني كل الأنوار تروح عندك تطفيها في الغرفة حتشوف الصورة خرافية، حتشوف الصورة جدا حلوة، السطوع حقها جميل. كل ما زادت نسبة الإضاءة اللي عندك في الغرفة من إضاءة الصغيرة دي إلى الإضاءة القوية اللي موجودة في السقف، ساعتها تلاقي كل ما لها الصورة والسطوع حق نفس البروجيكتر حيكون أقل وأقل وأقل عندك على الشاشة. فأنا عن نفسي أفضل أنه لا، من جد خلي السطوع حقها بالكامل يطلع، طفي كل الأنوار واستمتع في المحتوى اللي موجود فيه. البطارية الداخلية أحيانا مشت معي إلى 6-7 ساعات نفس البطارية الداخلية، ولكن هم يقولوا إلى ساعتين، فخلينا نمشي على كلامهم إلى ساعتين ونص 3 ساعات إلى يمشي الفيلم كامل حسب كثير من التجارب الأخرى اللي موجودة برضه على اليوتيوب. شحنه ما ياخذ وقت طويل، عندك انديكيتر هنا انه هو قاعد يشحن، وانديكيتر انه هو نفسه قاعد ينشحن. موجود الخصائص الاضافيه اللي لقيتها جدا جميله عليه، انه خذه وما حبيت، والفوكس اني اسويه تلقائي. تعودنا في البروجكترات ان لما تجي تاخذ بروجكتر والبروجكتر نفسه تبي تبث منه محتوى على اي مكان، تبث المحتوى هذا بعدين نوعا ما في بروجكترات اوتو، ولكن تبالك انت تبدا تسوي الفوكس، ما الفوكس هذا الفوكس تلقائي حيضبط معك اي سطح، لانه تقنيه الليزر قاعد يستخدمها. لو تلاحظوا هنا هذه تقنيه الليزر هي اللي موجوده هنا على نفس الشاشه هذه الداخليه هنا، هذه هي اصلا هي الليزر اللي موجود. بنتكلم على اشياء جميله جدا من سوني. اشوف سوني ابدعت في الجهاز هذا، قالوا هذه عينه مراجعه، فراجعها وارجع لهم اياها. عن نفسي اشتري واحد احسن لي، لانه بالفعل احس انه شيء زي كذا مره جميل ولازم اخذه معي على اساس اذا احتجت اشوف في البر افلام، تبغى تلعب بلاي ستيشن وين ما بغيت في اي مكان في العالم. هذه هي شاشتك الكبيره، كل ما بعدت عن نفس السطح كل ما طلعت الشاشه اكبر، وصلتها تقريبا ل 70 80 بوصه بسطوع جدا جميل وجدا رهيب.
مرة حبيت البروجيكتر هذا عن نفسي، شفته جدا جميل، وأتمنى بروجيكترات ليزر أكثر تطلع من سوني من شركات أخرى عشان نشوف المنافسة تحمي بينهم ويصير عندك شيء أجمل بينهم. شيء ما عجبني في البروجيكتر هذا نفسه، إذا ماني بقادر يعني ألاقي فيه كرت ذاكرة مثلا، حطيت فيه كرت ذاكرة لازم أعتمد على الجوال الميرور كاستنج، فإذا جاني اتصال ولا حاجة على جوالي فيصير على طول إنه حتطلع عندي على الشاشة. مسألة الخصوصية حتصير تروح عندك إذا أنت قاعد تفرج فيلم مع شباب وشابك نفس جوالك على الشاشة دي، إلا إذا كان التطبيق اللي قاعد تستخدمه على جوالك يدعم مسألة إنه الخصوصية في المحتوى، فيبث لك المحتوى وترجع لجوالك طبيعي، زي حقت لقيت الموفي آب حق جوجل زي العسل، شغل حاجه كل شيء روح جوالك استخدمه كل شيء، بدل ارجع الموفي اب وقعد بعدين تقدر تسوي بوز تقديم تاخير اشياء زي كذا. كان قاعد استخدم الصوتيات نفس الحق الصوتيات. من ناحيتي اشوف الجوال الجهاز ده خطوه جميله، ما هو بافضل ولا اروع شيء، لانه ان شاء الله حينزلوا نسخ جديده ونسخ مطوره منه، اتوقع انهم كل مالهم حيشتغلوا على الشيء ده. هذا تقريبا كثير قاعدين ينباع في المملكه العربيه السعوديه، وحسب ما كلموني نفس الشركه قالوا اصلا ما احنا قادرين نلحق عليهم، هذا بحكمهم، ولكن القرار يرجع لك اذا تلاقي شيء مناسب بالنسبه لك. هذا مو مناسب بالفصل الدراسي الا اذا انت في الفصل الدراسي بتسكر الأنوار خلال تشغيله، جدا ممتاز وجميل أنك عن طريق الجوال. كونو ميرور كاستنج هذا أنك قاعد تبث بدون أسلاك، طبعا مسألة فيه تأخر أحيانا تصير بين البث، بين الصورة هنا تطلع هنا تطلع أحيانا تصير، وكل ما بعدت عن نفس الجوال كل ما هتلاقي فيه تقطيع حاجة شيء قاعد يصير على نفس الشاشة هنا. فإذا تبغى تبث خلي الجوال جنبه بشكل جدا قريب، ولكن إذا أنت تبغى الصورة تكون جدا ممتازة استخدم على طول HDMI اللي موجود عليه وبث على طول الصورة على السطح اللي أنت تحتاجه. فمن ناحيتي أشوفه شيء جميل جدا، سوني بالفعل قاعدة ترجع للأشياء الجميلة اللي موجودة مو بس في الجوالات، ترجع للأشياء الجميلة اللي موجودة من مختلف الصناعات اللي موجودة عندهم والتقنيات اللي موجودة عندهم. بالنسبة لي أشوف حتى سعره جدا معقول وجيد أنه في الفترة الحالية، وإن شاء الله بعد ينزل مع الوقت. من ناحيتي في نهاية الفيديو أعطونا لايك سبسكرايب الأشياء دي كلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.